أهلا بالسادة المتابعين والمتابعات والمستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات والأصدقاء والصديقات في هذه الحلقة 84 من السلسلة العامة في نقد المنظومة الدينية، والحلقة 17 من تاريخانية من سلسلة تاريخانية النص الثاني. في الجزء السابع هذا من الجزئية تاع بداية تدوين الحديث والسيرة، نكملو كنا حابسين. سعيد أهلا بك وخليك الكلمة. أهلا بك فتحي، ونرحب بالأصدقاء وصديقات المتابعين والمتابعات. ما زلنا نكمل في البدايات التدوين تاع الحديث والسيرة، واليوم نحاول نتعرف على شخص أيضا كان عنده تأثير، وهو نقدر نعتبره أيضا من الشخصيات المهمة في هذا الباب، وهو زياد بن أبيه، اللي يعرف بزياد بن أبيه، وهو من الامويين. يعني دوك نشوفوه شكون هو. على كل حال الترجمه نتاعو موجوده في سير اعلام النبلاء، الجزء الثالث تلقاوها. طبعا سير اعلام النبلاء انا كي نذكر مره ولا زوج ولا ثلاثه لي ريفيرونس نتاع مصدر انه الطبعه وكذا، اخترتها ثلاثه ولا اربع مرات، ما نعاودهاش في كل مره. سير اعلام النبلاء للذهبي، معروف معروف سعيد، طبعة غنيها الفارق. بيروت، لا لا يعني الطبعات، لأنه أحيانا واحد يرجع لطبعة قديمة ما يلقاش نفس الأرقام. يعني إذا هي طبعة بيروت، مؤسسة الرسالة، طبعة الثانية 1982، بتحقيق مجموعة بإشراف شعيب الأرناؤوط. كان واحد خمس سبعة ولا ثمانية داروا التحقيق تحت إشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط. إذا هذه الشخصية كما قلنا نلقاوها زياد بن أبيه، نلقاو الترجمة نتاعو في سير أعلام النبلاء الجزء الثالث صفحة 494، والترجمة الرقم تاعها 112. هذا الشخص يقول لنا، نشوف غريغور شولر في كتابه اللي ذكرنا عدة مرات، الكتابة والشفوية في بداية الإسلام، صفحة 107، يتكلم على زياد بن أبيه. يقول: يعتبر زياد بن أبي حاكم معاوية على العراق، كان الوالي نتاع معاوية على العراق. ودوك نشوفوا بلي تقلد مناصب قبل معاوية، تقلد من زمن الخلافة الراشدة، كان تقلد مناصب. سعيد انا نستنى برك نهاية تدر على السياسة، باسكو الهضره هذه كامل عندها رانا في السياسة جوستومون، لا لا رانا في التأثير، راح نديروا حلقات خاصة حول علاقة التدوين جوستومون على هذيك التدوين. برك هذيك نركزوا فيها غير على هذه النقطة، لكن راهي تجي، راكم تشوفوا بلي راهي تجي إشارات، راهي تجي إشارات من قبل ديجا، راهي تجي إرهاصات وإشارات نتاع علاقة السلطة بالسياسة. إذا زياد بن أبيه تقلد عدة مناصب سياسية، ومن ذلك أنه كان الوالي أو الحاكم نتاع معاوية على العراق، والذي عانى الكثير العراق عن يعني هذا زياد بن أبيه كان عنده مشاكل كبيرة بين العرب، لأن النسب تاعو مجهول، عنده مشكلة في النسب تاعو، لأنه على ما يبدو من كلام المؤرخين أنه ليس ابن فراش، وإنما هو ابن علاقة غير شرعية، كان ناتج عن علاقة غير شرعية. ذوك نشوفوها تفاصيلها. إذا بسبب أصوله المتواضعة، وبعضهم يقول بأنه أصله غير عربي، وإضافة إلى الجهالة، جهالة الأصل نتاعو. ولكن نشوفوا باللي هذا زياد بن أبيه اللي فيه كلام حول النسب نتاعو، أنه كهناك من يقول أن نسبه مجهول، بدليل أنه يعرف زياد ابن أبيه. شكون أبيه هذا؟ دروك نشوفوا حكايته. إذا هو أمر بتأليف، لما كان والي في العراق أمر بتأليف كتاب المثالب. كتاب المثالب، المثالب في اللغة العربية هي عكس المناقب. المناقب هي الأشياء للخصال المليحة في الشخص، والمثالب هي العيوب، عيوب الشخص. فزياد بن أبيه لأنه كان يعاني بزاف من جهالة النسب بتاعه، وأنه يرمى بأن نسبه مجهول، فكان أمر بتأليف كتاب المثالب. مثالب يعني مثالب العرب، مثالب القبائل العربية. ولما كتب له، ألف له هذا الكتاب، أعطاه لأولاده، سلمه إلى أبنائه، وقال لهم: استظهروا به على العرب،
انا ها هوليك الحجه نتاعكم اللي حب يهدر في النسب نتاعكم، فانتم ايضا عن هوليك عندكم كتاب اللي يطعن في انساب العرب. اذا قال لهم استظهروا به على العرب فانهم يكفون عنكم، كي يشوفوا واش عندهم هما عيوب في انسابهم وتاريخهم يسكتوا ما يزيدوش يطعنوا في النسب نتاعكم، كما يعني على اساس انه باباهم يعني ماهوش معروف النسب تاعو. هذا الكلام جابوا ابن النديم في الفهرست صفحه 89. وفي وقت لاحق نشوفوا ايضا بعد العمل الذي قام به هذا زياد بن ابيه، نشوفوا الخليفه الوليد الثاني، الخليفه الاموي الوليد الثاني اللي حكم بين 125 الى 126، يعني حكم سنه واحده يعني هجريه، امر هذا الخليفه الاموي الثاني امر كذلك بجمع الاشعار والحكايات المرتبطه بايام العرب والانساب وانساب العرب. طبعا هذا الجمع كان باشراف الراويه المشهور حماد، وماهوش هذا حماد واحد اخر، ماهوش حماد شيخ معاويه شيخ ابي حنيفه، هذاك حماد بن ابي سليمان، هذاك ثقه في اما حماد الراويه هذا يروي الشعر واخبار العرب، هذاك واحد اخر شخص اخر يعرف بحماد الراويه، حماد الراويه. اذا هذه بالنسبه لي. الان زياد بن ابيه من هو؟ لو كان نحكو شوية على تاريخ زياد أيضا اللي قلنا نلقاوه في سير أعلام نبلاء. زياد بن أبيه هذا يا أولا ولد في السنة الأولى للهجرة، ولد في السنة الأولى للهجرة، يعني هو نقدر نقوله لما توفى الرسول عليه السلام زياد كان عنده 10 سنين، ولذلك السيرة تاريخ يقول له إدراك، بمعنى أدرك الرسول، أدرك زمن الرسول وهو صغير، يعني تقريبا هو من سن ابن عباس، وإلي دو ميم آج كو ابن عباس، عبد الله بن عباس وربما حتى ابن عمر، يعني هذا نجمو نعتبروه في طبقة صغار الصحابة. هذا زياد بن أبيه نقدر نعتبره في طبقة، يمكن أن يعتبر في طبقة صغار الصحابة لأنه من الجيل نتاعهم. إذن ولد سنة الأولى وولد في الطائف، ما زادش في المدينة، زاد في الطائف، وتوفي سنة 53 هجرية، توفي سنة 53 في الكوفة يعني في العراق. أولاده عنده عبيد الله بن زياد، عباد بن زياد، سالم بن زياد، مسلم بن زياد، وسالم وعبد الرحمن ويزيد. إذن راه عنده 7 أولاد. أبوه مجهول. وهناك روايات تقول بأنه ولد من سفاح، من علاقة يعني غير شرعية، وكان ينسب لعبيد الثقفي، حتى أنه الذهبي يقول هو زياد بن عبيد الثقفي، الذهبي ينسبه إلى زياد، يقول باباه عبيد الثقفي، ويقول هو زياد بن سمية. في جميع الأحوال ما هيش حرة، أمه أما هي سمية وهي أمه، وهو زياد بن أبي سفيان الذي استلحقه معاوية بأنه أخوه، إذن استلحقه أبو سفيان، ادعاه ماشي ادعاه، اعترف يعني قال أنه ممكن يكون وليده، لأنه هذه أمه سمية كانت عندها علاقات كثيرة جدا، وكانت مولات، يعني كانت أما لواحد طبيب اسمه الحارث بن كلدة الثقفي، طبيب العرب المشهور اللي مذكور في بعض الأحاديث، والرسول عليه السلام أتكلم عليه في بعض الأحاديث، وكان من أشهر أطباء العرب هذا الحارث ابن كلدة. هذه سمية مولاته، يعني كانت الأمان تاعه هذه سمية، ولذلك زياد يعرف أيضا بزياد بن سمية، أيضا يعرف بابن سمية أيضا، اللي هي كما قلنا كانت يقول الذهبي يقول أن زياد هذا أسلم زمن الصديق، يعني في زمن الرسول ما كانش مسلم،
احنا قلنا يعتبر من صغار من طبقة صغار صحبة يعني من حيث السن، أما من حيث الدين هو ما كانش مسلم في زمن الرسول، وأسلم في زمن الخليفة الأول يعني في زمن أبي بكر الصديق. وهو عنده خوه صحابي، خوه من يمه اللي هو أبو بكر مشهور، الصحابي أبو بكر الثقفي، الصحابي المشهور عنده بزاف أحاديث مروية، أبو بكر الثقفي هذا زياد بن أبيه خوه من يمه، خوه من يمه. إذن أبو بكر أيضا ابن سمية، هذه سمية. وكان هذا زياد كان من كتاب أبي موسى الأشعري، كي كان أوكي. أبو هذا موسى وين والي. هذا وين تخلف وعلاش أنا نهضروا عليه؟ لا بقنا نهضروا على المناصب اللي تولاها. إذن كان من كتاب أبي موسى، كان سكرتير تاع أبو موسى الأشعري لما أبو موسى كان أمير على البصرة، لما أبو موسى كان أمير على البصرة كان هذا زياد هو الكاتب نتاعو، يعني السكرتير نتاعو، أو تقدر تقول مدير الديوان نتاعو، لأنه كي تقول الكاتب هو بمعنى اليوم سكرتير أو مدير ديوان أيضا. إذن هذا واش يتميز زياد الآن، ماذا يتميز، ما هي الميزات تاعو، الحاجات اللي كان يتميز ومتمكن بزاف فيها؟ الخطابة والفصاحة، كان خطيب، كان يعرف يهدر، بالتعبير تاع اليوم يعرف يبلعط، يعني واحد يعرف يهدر معناها يعرف يهيج الناس ويعرف يقنع، كي يهدر كي يخطب انت تقتنع بالأفكار تاعو بصرف النظر أنها منطقية أو مش منطقية، لكن عنده أسلوب يقنع الجمهور، عنده أسلوب، عنده كاريزما، يعني بالتعبير تاع اليوم إلى كاريزما، عنده كاريزما هذا زياد بن أبيه، يعرف يهدر، كي يهدر هدرته تعجبك، هذه وحدة. ثانيا أنه زياد بن أبيه كان موش فقط ذكي وإنما كان داهية، يعني إليتي كما نقولوا حنا بالتعبير تاع اليوم محيلي، عنده دهاء. والفرق بين الذكاء والدهاء أنه الدهاء ذكاء في الخير، والدهاء عبر العرب تستعمله في الشر. الداهية هو من يعرف يتقن استعمال الذكاء في الشر، يسموه داهية. ومن والذكي هو اللي يستعمل الذكاء ولكن مش في الشر، إذا استعمل الذكاء في الشر يصبح دهاء. إذن كان داهية من دهاة العرب، هذا كما هو كما عمرو بن العاص مثلا، كان من الدهاة أيضا، من دهاة العرب هذا زياد ابن، ومعاوية أيضا، معاوية بن أبي سفيان أيضا كان من دهاة العرب. إذن عنده بعض الخطب بتاعه مشهورة، عنده خطب مشهورة، بعض الخطب بتاعه محفوظة يعني تحفظ وتروى لاشتهارها، لأنها اشتهرت، من بينها الخطبة بتاعه المشهورة باسم الخطبة البتراء، عنده خطبة هذا زياد بن أبيه يسموها الخطبة البتراء. وأيضا زياد إضافة إلى أنه كان سياسي محنك وداهية وفصيح ويعرف يهدر وكذا ومنيه، فإذا أكثر من هذا كان قائد عسكري، سيتي أن شيف ميليتير روسي، كان قائد عسكري أيضا، وكان من أعلام عهد الخلافة الراشدة كما قلنا، كان أمير، كان حاكم، كان يعني كاتب بتاع أبو موسى الأشعري، ونشوفه من بعد أنه يصبح أمير. إذن هو من كبار السياسيين في الخلافة الراشدة وفي المرحلة وفي العصر الأموي. أبو سفيان اعترف، قال عليه بأنه مش اعترف، قال بأنه ممكن يكون وليده، وزاد أبو سف... وزاد معاوية ادعاه على الملأ، قال هو أخي، ادعى أنه أخوه أمام الملأ، ومن ذاك الوقت كان وأصبح يعرف بزياد ابن أبي سفيان، ولو يقولوا له زياد، ولكن هذه في الكلام الرسمي، أما الناس باقيين يقولوا زياد بن أبي، حتى أنه كما قلنا الذهبي ترجمة تاعو سماه زياد بن أبيه، الترجمة تاعو سماها ترجمة زياد ابن أبيه. العلاقة بكتابة السيرة السعيدة يعني ده الصح. أوكي بون. إذا دائما قبل ما نتكلموا في نزيدوا معلومة مهمة ثانية جدا على هذا زياد، أنه هذا زياد بن أبيه كان مع علي كان في معسكر علي، ثم انقلب وأصبح في معسكر معاوية.
إذن هو كان يمشي مع الوقف. لما كان علي في موقع قوة، خليفة راشد كان خليفة كان معه، لما أصبح ميزان القوة في صالح معاوية انقلب على علي وأصبح مع معاوية. في عهد في زمن علي كان هذا زياد أمير على منطقة فارس، يعني على إيران، كان هو الوالي نتاع منطقة بلاد فارس. وأيضا إذن وأيضا كما قلنا استلم مناصب أيضا في زمن معاوية، في زمن الخلافة تاع معاوية أصبح والي نتاع البصرة، أصبح والي على البصرة وخراسان، يعني زاد له ولاية البصرة، أصبح باقي والي على إيران وزاد له منطقة البصرة في العراق. طبعا كانت العرب كانوا يهاجموه، وقيل الشعر بعض هناك شعراء هاجوا يعني هذا زياد بسبب النسب تاعو المجهول فهاجوه، كان معروف يعني. والخطبه تاعو البتراء، طبعا زياد هذا سيتي با ان اونفون دو كور، كما قلنا كان رجل عسكري وكان شديد جدا، كان مزير بزاف في السياسه تاعو، في الاسلوب تاعو في الحكم. كان تقريبا سيرته ما تبعدش بزاف على سيره الحجاج، وبالمناسبه يعني للمصادفه ولا مانيش عارف كيفاش، الحجاج وزياد في زوج من ثقيف من قبيله واحده، الحجاج ثقفي وزياد ثقفي، في زوج ثقافيين من ثقيف يعني من الطائف، من منطقة الطائف. ومن خطبته البتراء مثلا، خطبة الشهيرة نتاعو اللي قالها سنة 45 هجرية، خطب خطبته البتراء في شهر ربيع الأول في البصرة. وعلاش سموها البتراء بالمناسبة؟ لأنه بدأها ما بدأهاش بالحمد، لم يحمد الله في تلك الخطبة ولم يصلي على النبي، بداها هدر ديركت، ما كانش مقدمة لا حمد لله لا الصلاة على رسول الله، بداها. ولذلك سميت البتراء، الخطبة البتراء يعني مبتورة، ما فيهاش الحمد وما الحمد لله وما فيهاش الله. قال لهم إني أقسم بالله لا أخذن الولي بالمولى، يعني كما يقولون نأخذ المحرف المجرم، يعني تروح صالح وطالح، لا أخذن الولي بالمولى والمقيم بالضاعن والمقبل بالمدبر والمطيع بالعاصي والصحيح بالسقيم حتى يلقى الرجل منكم أخاه فيقول أنج سعد فقد هلك سعيد. معناها أهرب، يعني معناها راح ندير فيكم الباطل، شطلي يطلي كما نقولوا احنا، راح ندير فيكم الباطل. بالتالي هذا كان شديد، كان سيرته لا تبعد عن سيرة الحجاج يعني. فإذا لهذا السبب الآن نعود نولي للسير أعلام نبلاء. لهذا السبب قلنا لسببه، لسبب نسبه المجهول وكونه عنده مشكلة يعني مع العرب بسبب النسب تاعو المجهول والهجاء الذي كان يقال فيه، الشعر الهجائي اللي كانوا يقولوه ضده بسبب النسب تاعو، كان أيضا أمر كما قلنا أمر أولا بكتابة كتاب مثالب العرب، يعني الطعن، المثالب هو الطعن في أنساب فأمر بكتاب مثالب العرب، بكتابة هذا الكتاب. وعندما كتب أعطاه لأولاده اللي سميناهم، وقال لهم هوليك الكتاب، هوليك هذا الكتاب، إذا العرب طعنوا في نسبكم فطعنوا في أنسابهم، فهوليك الدليل. إذن يقول سمع من عمر وغيره، هذا ذهبي، سمع معناها تلاقى، سمع من كلام عمر وغيره من الصحابة. وهناك أحاديث تروى عن زياد ابن أبيه، يعني هناك من المحدثين من روى عن هذا زياد، مثلا الذهبي يذكرنا يقول لك روى عنه ابن سيرين وعبد الملك بن عمير وجماعة، وابن سيرين من كبار التابعين، ابن سيرين ما هو شوية في الحديث، ابن سيرين يعني من الموثقين من الثقات في الحديث. محمد بن سيرين المعروف اللي يروي عليه كتاب تفسير الأحلام،
ولا أدري يعني كان تصح النسبة تاعه تاع الكتاب، كان يقولوا لا تصح نسبة هذا الكتاب إلى ابن سيرين، لكن هو محمد بن سيرين المعروف، التابعي المعروف. الذهبي راه يقول كان من نبلاء الرجال، يعني يهدر على زياد بن أبيه، يقول كان من نبلاء الرجال رأيا وعقلا وحزما ودهاء وفطنة، كان يضرب به المثل في النبل والسؤدد، وكان كاتبا بليغا، كتب للمغيرة بن شعبة ولابن عباس وناب عنه بالبصرة. إذن أيضا كان من كتاب المغيرة بن شعبة، إضافة إلى أنه كان من كتاب أبي موسى الأشعري، وكان في فترة نائبا لابن عباس في ولايته على البصرة في زمن، طبعا هذا في زمن الخليفة الرابع علي ابن أبي طالب، هذا كله في زمن الخليفة الرابع. إذن حكايته كيفاش، حكاية النسب تاعو، يقول الذهبي يقال ان ابا سفيان سكر فطلب بغيا فواقع سميه، ذكر في كتابه سير اعلام الامه. سعيد راهي مكوبيا شوية، تكوبات سعيد، اسفة ما تعاود. الو، سعيد تكوبات شوية. ألو 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 سعيد، سعيد أهلا، أشكرك تسمع فيا. بون جو بونس كو الحلقة حنحبسوها هنا. أرجو سعيد. ألو سعيد كوبات، إذا تقدر تعاود. المقطع الأخير. معليش، أصبر برك، أصبر برك، نديرك سبوت لايت. انسجام انا اوكي فوالا، كمل. حبست بلي كتب للمغيرة وكتب قلنا باللي الذهبي يقول بان ابا سفيان اتى الطائف فسكر فطلب بغيا فوقع سميه، وكانت مزوجه بعبيد، عبيد يعني هذا مولاها، فولدت من جماعه زيادا، فلما راه معاويه استعطفه وادعاه وقال نزل من ظهر ابي. إذن هذه هي القصة باختصار نتاع النسب نتاع اوكي سعيد، زياد هذا رواه عليه. وبالمناسبة باش نأكدوا المسألة، أنه هذه مسألة ادعاء زياد كان ما زالت إلى اليوم من الأمور التي تؤخذ على معاوية، يعني من الأشياء التي يعيبها الرواة والمؤرخون على معاوية أنه ادعى زياد، ادعى انه اخاه، وهو مشكوك يعني في المساله هذه، ماهيش مؤكده، انه ادعى ان زياد الحقه بالنسب الاموي. فهذا من الاشياء التي تؤخذ على معاويه، ياخذها يعني اغلب المترجمين لمعاويه يتكلموا في هذه النقطه، انه من الامور السلبيه عند معاويه انه ادعى هذا زياد. دونك سعيد ونزيد سؤال، اسمح لي معلش. اسمح لي اسمح لي برك نضيف نقطة. الكلام اللي يقوله الذهبي على زياد، طبعا هناك من يقول العكس، هناك مثلا شوفوا هذا أبو الشعثاء مثلا،
وهو دائما في رواية في كتاب سير أعلام النبلاء يقول كان زياد أفتك من الحجاج، يعني أكثر شدة وفتكا من الحجاج لكل من يخالف هواه، اللي يخالف الرأي تاعو يعني ما يرحموش. ف إذا ساعد سؤال، زياد هذا وشنو هو الامباكت؟ زياد تأثيره، وهنا نفوتوه دوك نكمل الكلام عليه بهذه الجملة، نكمل الكلام. زياد تأثيره أنه كان سياسي وكان في السلطة وأمر بكتابة مذاهب العرب بسبب شخصي، لأنه هو كان مجهول النسب، فأمر بكتابة كتاب مثالب العرب وأعطاه لأبنائه وقال لهم هاوليك إذا هجاكم العرب بسبب نسبكم فهاوليك خرجوا لهم، قولوا لهم ما يوجد في هذا الكتاب. فهذا إذن هذه هي النقطة اللي تمنع. إذن في مسألة مثالب العرب، وعلاش عندها علاقة ببداية كتابة الحديث بالسيرة؟ وشنو هو لأن مثالب العرب جزء من السيرة والتاريخ، المثالب هي جزء من السيرة والتاريخ. اوكي. أيام العرب الو ومثالبهم، الطبري في السيرة، ابن إسحاق في السيرة، هذو كلهم يذكروا أيام العرب ويذكروا مناقب العرب. اوكي. إذن وبالتالي هنا نشوفوا باللي، لذلك هنا كاين نقطة ثانية مهمة نتكلم عليها. القوميون العرب، جماعة القوميين كما عبد العزيز الدوري وهذو المعاصرين اللي جماعة المؤرخين تاع التيار القومي المعاصر سواء البعثي أو الناصري، يقولوا دائما تلقاهم في كتاباتهم يقولوا بأن مثالب العرب كتبها الشعوبيون، يعني الموالي الفرس وغيرهم. هذا مش صحيح. أول من أمر بكتابة مثالب العرب هو عربي، هو أموي، هذا زياد بن أبيه، هذا ما هوش لا فارسي ولا شعوبي، هذا كان ولد في عام الأول الهجرة وهو ثقفي وولد في الطائف وكان مشركا في زمن أبي بكر الخليفة الأول، وأمر في زمن المرحلة الأموية لما كان والي على البصرة وعلى بلاد فارس وخراسان، أمر بكتابة مثالب العرب حتى يعني تقريبا ينتقم للهجاء اللي كان موجه ضده بسبب نسبه المجهول. إذن المثالب ما مش الشعوبيين اللي كما يقولوا بعض الكتاب هم الذين كتبوها حتى يطعنوا في العرب، يعني انتصارا لقوميتهم للقوميه الفارسيه او للقوميه القبطيه او الامازيغيه او البربريه او غيرها او القوميه اللي بغيت، يعني تركيا او غيرها. لا، المثالب اول من امر هو عربي، اول من امر بكتابه مثالب العرب هو عربي وهو زياد بن ابي. اذا سعيد لخصوا الحلقة برك باش ما بقاش بزاف وقت، لخصوا الحلقة خلاص. إذن خلاصة الحلقة هو أنه مثالب العرب وهي جزء لا يتجزأ من السيرة، من السير والتواريخ، هذه كان عندها تأثير في الجانب السياسي، وقد البداية تاعها كانت بداية التدوين تاع مثالب العرب، وهي كما قلنا ضد المناقب. كي نقولوا مثالب يعني العيوب، عيوب القبائل، الأنساب والقبائل. أول من أمر بكتابتها هو أمير أموي وهو زياد بن أبيه، وقد كان تولى عدة مناصب كما قلنا، وكان بسبب نسبه المجهول يتعرض الهجاء والطعن من طرف العديد من الشعراء، ولذلك من باب الانتقام لهذه المسألة أمر بكتابة المثالب في زمن ولايته في العصر المرحلة الأموية، وسلم هذا الكتاب، كتاب المثالب، لأبنائه وقال لهم إذا طعن العرب في أنسابكم هاوليك الكتاب باش تردوا عليهم، حتى أنتم الآن تقدروا تطعنوا في الأنساب تاعهم. وهذا يرد على وينفي الكلام تاع بعض او تقريبا كل المؤرخين القوميين او اللي يكتبوا في التاريخ من القوميين المعاصرين سواء من البعثيين او من الناصريين، يقولوا بان المثالب تاع العرب اللي كتبوها هما الشعوبيين، يعني الموالي من غير العرب، وهذا كما قلنا غير صحيح. ومساله اللي تكلمنا عليها اليوم هي التي ترد عليهم وتنفي الكلام تاعهم.
إن هذه هي خلاصة ال شكرا سعيد، شكرا سيد المتابعين والمتابعات، ونتأسف فقط على الانقطاع اللي صار خارج النطاق تاع صحيتو.